السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامج اسمه بالبايند بيعمل خرائط ذهنية على الموبايلات وعلى التابلت. بالشكل دوت يعني بتحط العنصر الرئيسي وتبدأ تتفرع منه المواضيع الفرعية بتاعتك. أقول له أنا عايز مثلا هنتكلم على المذاكرة، مثلا في مادة معينة أنت عايز تذاكرها فتعمل لها خريطة ذهنية، تمام، أو في كتاب معين هتقراه فتقول له مثلا أنا زائد، تبدأ تكتب العناصر الرئيسية في المادة دي. العنصر الأول مثلا تقدر تحط عنصر فرعي منه، وتقدر تحط موضوع آخر نيو توبيك مثلا اتش توبيك، تمام، فيبقى في عنصر بتفرع من العنصر دوت هو مثلا كيمياء، اوكي، تمام. وسهل جدا ان انت تيجي هنا وتقول له انا عايز اضيف حاجة جديدة، تقدر تقول له انا عايز اضيف مثلا عنصر جديد، تمام، عايز سيرتهم بالشكل دوت، عايز تخليهم كلهم في الليفت او رايت او اوتوماتيك. تقدر تقول له انا عايز اصغر الحاجات الفرعيه ما تبقاش تظهر هنا، تقدر تغير الخطوط الكتابه اللي تكتبها. هو برنامج ظريف وبسيط وسهل ان انت تشتغل عليه بسهوله. تقدر تحدد مثلا الالوان اللي انت تشتغل بيها، ممكن نختار الاسود دوت، فيخلي اللوحة كلها بشكل دوت. ميزة الموضوع دوت إن هو بيبقى سهل إن أنت تذاكر مادة وسهل إن أنت تسترجعها.